غدا يكون أول شهر رمضان. هل تصومي يا فاطمة يا ليلى؟ أجل أمي، أجل إن شاء الله. أهلا أهلا يا رم. أمي أنا جائعة. اذهبي إلى قراءة القرآن الكريم، سوف يمر الوقت. ماذا تفعلين يا فاطمة؟ ليش هيك؟ لا ليش هيك يا أمي؟ نرى الطعام ولا نأكل، نرى الشراب ولا نشرب. يمكنك أن تأكلي وتشربي، الناس لا تراك. إن شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، علمنا العبادة والتقوى. يا أطفال، تعلمنا أن شهر رمضان يعلمنا الصبر. واليوم غدا، يلا بلشي هلأ.